بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن شاء الله نستفيد من دراسة بعض آيات ورد سورة يونس عليه السلام. نبدأ بآية 84. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبعد يقول جوزنا بني إسرائيل البحر. إذن من العجيب والغريب أن وقت اللي بعض من إسرائيل آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام وعاونوا سيدنا هارون عليه السلام، ربي سبحانه وتعالى مدهم بقوة هي الرئاسة والقيادة في يد نبيين كريمين أخوين، وكان اللي معاه مصدقين وقتها. رغم ان فرعون بنا دربهم على الجبن ودائما يهزهم الخوف والرعب ولا لا، يعني بدايه الانوار الايمانيه تغزو بعض القلوب لتحرر هؤلاء من العبوديه المقيته. من الغريب ان البدايه بدايه تاريخ اسرائيل في حق مليكا يقول ان هما مثلنا، احنا نتكلم وعلى مسلط علينا العذاب ورغبة والرغبة الأكثرية في العالم إذلالنا وترقيعنا وردونا نسحف أو كما تقول أنت نحبو، إذا كان صح التعبير على أشر حال من الحب والزحف، لأنه زحف على البطون والعياذ بالله وإذلاله صغيرون. لا لا، على كل حال القلة ذيك اللي آمنت سيدنا موسى عليه السلام هي من نوعنا احنا، نحن مؤمنون بأن سلمنا بالأنبياء الكل ووقفوا عند سيدنا موسى عليه السلام، وبعد جاءت أنبياء قعدوا يوردوا وشوي شوي الإيمان بتاعهم قاعد يضعف وأضرارهم على أنفسهم وغيرهم قاعد يكبر. على كل حال الغريب قلنا القلة آمنت فخلصها رب سبحانه وتعالى من الويلات تاع المتجبرين مع المستكبرين المتألهين. اليوم قارن تلك عدد المجرمين من إسرائيل اليوم بلعب قلة قليلة تحارب هذه العصابة الفاسدة، يعني هما اليوم ولا هما تفرعنوا أكثر من فرعون وطغوا في البلاد، أي كل البلاد يعني ولات الزمرة دي الفاسدة ولات هي تقود العالم سواء كان بالظاهر وبالكشاف العام، ولا قاعد يقع في الحكومات والدول شتى، يعني ما القول إلا ما قاله بني إسرائيل وما رضا إلا رضا بني إسرائيل، وسبوا بحمدهم لأنهم عندهم المال وعندهم الإشارات وعندهم الصهاينة وعندهم الفرماسون، هما شادين قوة مقاليد الحكم في كل البلدان سواء كان بدرجة كبيرة أو درجة متوسطة أو صغرى، الله أعلم الدرجات. المفيد هذا الذي يخدم بني إسرائيل فيه، هذا هو اليوم قاعد يبدو في برج كبير، ومنذ عصور هما يهيئوا لهذه الأيام الذي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء في بدايتها ونهايتها، فما الحقائق هذه خاصة في بدايتها. وقضينا يا بني إسرائيل بالقتال
لتفسدن من الارض ولتعلون علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولئك بعثنا عما اعددنا لنا ولي باس شديد فجاسوا خلال الرياح وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم ولا سأتم لها. فاذا جاء وعد الاخيره ليزروا وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني علينا احنا بس مش عهدنا مع الله حتى القهر ذا ينكشف واللي متعري بس الأمة تلم شملها وإن قل عددها وقت تضرب الضربة القاضية على الحضارة الفاسدة حضارة بني سلوم. هذا لابد منه ما في ذلك الشك. ولكل مؤمن لازم يعرف مهيئ لهذا. والهموم الكبرى هو أن الأمة ترجع لعزها والأمة تأخذ منا يد قوية على كل من يريد الإفساد. الأمة الإسلامية عندنا المفسدين لا شعر ما شاء الله يقتلوا ويذبحوا ويكفروا ويعملوا اللي يحبوا ما لا ولا رد لهم. هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام جاي ليقلة وجاي يوحد القلوب وجاي ينور وجاي الأخوة اللي بينات لازم تكون أخوة مش عداوة. الناس تقدر لبعضها. لماذا؟ لماذا الصراعات هذه في العراق وسوريا وفي مصر؟ لماذا؟ لو كان فما الأغلبية إسلام ما كان هذا يقع. يعني كل حد بوصلهم جايين قال شنو انا مسلمين ومش دافع على الاسلام وبيضة الاسلام ومش مرفوع وراية الاسلام ورجعوا الايام الماضيه الزاهيه. يا ولدي مش هيك مش بالقلب. ثبتوا روحكم شوفوا روحكم اين انتم مع الله. هل بقى المؤمنين بربنا اللي هو في ذو القوه في ذو العز وفي ذو السطوه وفي ذو النصر اين انتم من معرفتكم ربكم؟ لو واحد منكم عرف راهو امسك قال انا لا اخوض في حرب ظالمه حرب ما لا حجه لها لاي احد فيها. اعلن القله فينا هم اللي يعرفوا النار وهم اللي ركعوا الغرب والشرق. هؤلاء ما جاوش اخوانهم وكفروا اخوانهم اجتهدوا اصابوا ام لم يصيبوا على كل حال الاجر حاصل. هؤلاء هم اللي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتلون. على ما لناش حق في العدو باش نقتل امرأة إلا لما تكون جاسوسة أو تكون عندها مأمورية تخريب. ولا شيخ ولا صبي ولا صبية حتى الشجر لا نقطعه حتى الظأن لا نأخذه إلا للأكل فقط مش بلا تاخذوا وتبيعوا. ولا اعلم بكم مع البقر استعملوا مع الابل استعملوا هذا كل معروف بس تنزعوا العجل من امه بس ما تنزعوش بس تعبدوا الحليب وتبيعوه وتغذيه بطرق شتى ممرضه بس يكثر من الشحم واللحم بس تبيعوه عاد بعد باثمان بارة. هذا كل معروف يا ناس راكم ماديين خاصة في شبه الجزيرة العرب راكم مادين ياسر راكم ياسر شحمتم ولستم بمصلحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من علامات انحدار الأمة وتدهور حالها هو أن تكبر البطون. أنتم كبرتوا بطونكم والشحم اللي تحت جلودكم هو الذي مش يساهم في حرقكم في جهنم إن لم تتوبوا. أين أنتم من أخيكم صدام البطل عليه رضوان ربي؟ أين أنتم؟ كان يشير ويأمر من حوله كل باش يقوموا بما يلزم في علاقتهم بالطعام. كان دائما الحمية حاضرة. كل من يؤمن برسالتنا لازم يكون يتم الحمية. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع إذا كنا بل نشبع. وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن من كان ولا بد فلا فضله بطعامه طوله شرابه طوله هواءه والسلام على من اتبع الهدى.